اوكي يبدو انها ايش هجت. يب يا جماعه ليفاي حي، انا راهنت على موته، قلت لكم انه قد لا يكون جزء مهم من القصه الى حد كبير بعد الاحداث الكبيره اللي صايره في هذا العالم، بس يب هيز الايف ما مات. ولكن للأمانة العبارة اللي قالتها هانجي في نهاية الحلقة إذا ما كانت أحلى عبارة تم قولها بواسطة شخص ما أدري وش ممكن تكون. إنه ليس إلا وغد بائس يأبى إطلاقا الموت. دامت دو عارفين كده ليفاي ماخذ وضعية والله ما أموت إلين أنتقم للقائد إيروين، لو بعين واحدة لو برجلين لو بدون أيادي ما في، راح أنتقم للقائد إيروين مهما كلف الأمر. واضح إنه في صملة، ما في موت، ما راح أموت. لو تلاحظون لابس إيش زيك ومقطع عيونه وعليه ليفاي، ياب جالسين نحتفل بعودة القائد ليفاي أكرمان. للأمانة يا جماعة أمس جالس أتابع قناة AI Show، من أكثر القنوات الجميلة واللي أتابعها بشكل مستمر للأمانة، بالذات فيما يخص هجوم العمالقة، وأتوقع والله أعلم إنهم ذكروا نقطة جدا جدا مهمة بخصوص هذا الموسم. الموسم هذا يا جماعة أو البارت الثاني بالتحديد فيه أحداث كثيرة منتظرة لدرجة ما عاد إحنا عارفين ننتظر إيش ولا ايش، بل اننا بدينا ننسى اشياء كثيره ما تم حسمها بسبب ظهور اشياء جديده. ليفاي وش وضعه، هانجي وش وضعها، زيك وش وضعه، فلوك وش وضعه، كوني وش بيسوي، فالكو وش وضعه، غابي وش بتسوي، راينر وين ومتى بيصحى وايش وضعه لما يصحى، العربه، مارلي، العالم، الدك، ومؤخرا كمان دخلت لنا اني. يا ساتر احداث كثيره يا جماعه جالسه تصير ورا بعض، وفصول جديده لبعض الشخصيات جالسه تنفتح. ولا ادري هل المتبقي من هذا الانمي كافي انه يسد جميع الثغرات اللي عندنا ويجاوب على كل الاسئلة ولا لا. عموما يا جماعة حلقة اليوم بقدر ما هي حلقة خالية من الاكشن وما زالت محصورة داخل اسوار بارادايس اللي معاد لها وجود، الا انها اعطتنا نظرة اوضح للصورة الكبيرة اللي جالس يحاول يرسمها لنا الكاتب، عن الحرب واثر الحرب، عن التضحيات، عن المقاومة، وعن الفوضى اللي خلفتها هذه الحروب، وعن اراء الناس تجاه خطة ايرين ما بين مؤيد وما بين معارض. حرفيا بارادايس يا جماعة مقلوبة رأسا على عقب، بالرغم من انها اكثر مكان آمن في هذه اللحظة من الأنمي. جزيرة بارادايس مقارنة بباقي العالم، العالم الحين حرفيا منتظر قيامة إيرين وعمالقة الدك تدكهم دكة، ما زالت بارادايس في فوضى وانقلابات وحوسم الله بها علي. تعال اليوم معايا عزيزي الوجيه، وتعالي معايا عزيزتي الوجيهة، وخلونا نتكلم عن أهم الأحداث اللي جاءت في حلقة اليوم، وعن توقعاتنا لأهم الأحداث اللي ممكن تصير في الحلقة القادمة. ليش ابتسمت لما قلت وعن توقعاتنا لإيش ممكن يصير؟ لأنه أنتوا عارفين توقع شيء يصير شيء. يلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه يشرفني اشتراككم، وترى مش واقفه على هجوم العمالقه ولا هي بس على الانمي، عندنا مسلسلات، عندنا افلام، عندنا قصص، ممثلين، عندنا حقائق، وعندنا اشياء كثيره تصير في هذه القناه. فيب تقدروا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي اول باول، وتكونوا جزء من عائله الوجهاء اللطفاء اللي مره احبهم. قبل نبدا فيديو اليوم يا جماعه احب اذكركم بالراعي الرسمي لهذا الموسم، وهو متجر ايدو، واللي يوفرون منتجات كثيره متعلقه بانمي هجوم العمالقه وغيرها. كل فترة يعملون تشكيلة جديدة ورسومات ومطبوعات جديدة تماشيا مع أحداث المسلسل، فلو حابين تطلبون من عندهم راح تلقون رابط المتجر في صندوق الوصف. والأهم من هذا كله، إذا طلبتوا من عندهم استخدموا كود الخصم تبعي وجيه اللي راح يظهر لكم في الشاشة، وراح يجيكم خصم جدا ممتاز. خلونا في البداية نتكلم عن نقطة ممكن ما لاحظتوها وممكن لاحظتوها، لكن بالنسبة لي يعني أنا ملاحظها بس ما فكرت إني أتكلم عنها. يا جماعة عمالقة الدك عددهم مرة كبير، لدرجة انهم الى الان ما زالوا داخل الجزيرة، ما زالوا قاعدين يخرجوا. بوف بوف، ايش العدد الكبير هذا؟ يعني تصوروا انه عملية خروجهم من الجزيرة ما زالت مستمرة تقريبا من 3 أو 4 حلقات من يوم طاحت الاسوار وبدأوا يخرجوا، صارت احداث وانقلابات وغدر وخيانة وحوسة وقتل ومقتول، وما زالوا عمالقة الدك يخرجون وما خلصوا. فاحنا يا جماعة ما نتكلم عن مليون عملاق، نتكلم عن ملايين من العمالقة، عدد قد يكون صعب احصائهم. فايا كان الشيء اللي العالم منتظرينه فهو شيء حرفيا هذه قيامة قامت داخل عالم إيسيان. يا ساتر يا ساتر
إلهي منك يا إره. بالرغم من أني كنت متوقع أن عملية خروجهم من الجزيرة راح تكون بأقل الأضرار البشرية، إلا أنه على ما يبدو أن خروجهم من الجزيرة تسبب بإصابات ووفيات كثيرة للشعب الإلدي داخل الجزيرة، غير أنه كمان كان في عمالقة عشوائيين حاسوا أم الدنيا وقتها. وبعد الحوسة اللي تسببت فيها خروج عمالقة الدك هنا، انقسم الشعب الإلدي داخل بارادايس إلى قسمين. قسم يقول لك يا أبويا إيرين قتل عيالنا، إيرين قتل أهلنا، وش استفدنا من أم عمالقة الدك غير إننا خسرنا أحبابنا؟ وقسم ثاني قال لك لا، هي هكذا الحرب، هو كذا السبيل إلى الحرية، لابد من شوية تضحيات، لابد من شوية دماء وقبور جديدة تفتح علشان نرتاح ونريح أم الجيل اللي بعدنا. في ناس تشوف إنه اللي قاعد يسويه إيرين صح مهما كلف الأمر ومهما كان فيه من تضحيات ووفيات وقتل، وفي ناس تشوف إنه اللي قاعد يسويه إيرين ما هو إلا ضرب من الجنون وتصرف وحشي وغير إنسان. ونرجع ونقول هذه هي المعضلة الكبيرة في هذا الأنمي، مع تدري من الشرير من الطيب. ولكن لو تجي للمنظور الحقيقي للحرب، هي كذا الحروب، جنود يقاتلون جنود ثانيين ما يعرفونهم علشان يخدمون أهداف سياسية وتاريخية هم ما يدرون إيش سالفة، وأبرياء ونساء وأطفال وكبار وصغار يموتون في هذه الحروب لأسباب برضه ما لهم أي دخل فيها، سوى إنهم اتولدوا في مكان ما من هذا الأرض ولقوا نفسهم في هذه الدوامة. ولكن هنا نجي لفلسفة فلوك، واللي نوعا ما اتفق معاه فيها جان بشكل غير مباشر. فلوك جالس يقول أي نعم اللي جالس يصير شيء جدا مؤلم، أي نعم الكثير من الدماء والكثير من التضحيات والقبور الجديدة اللي راح تفتح داخل هذه الجزيرة، ولكن في نفس الوقت يا جان ترى إحنا جالسين نشق طريق جديد إلى الحرية، لا مزيد من القتال، لا مزيد من حمل الأسلحة والتدريبات، لا مزيد من الخوف ممن خارج الأسوار، الحرب قذرة ونتنا أي نعم، ولكن في حالتنا الحالية ما لنا إلا إننا نرضى فيها وفي نتائجها مهما كانت. بالأمس إحنا محبوسين داخل هذه الجزيرة والعالم يعتبرنا شياطين وخطر على هذا العالم، ولكن اليوم بفضل القائد إيرين ييغر وجيشه وقوة الدك، العالم كله صار خايف مننا ويحسب لنا ألف حساب. وهنا حصلت تلميحة ما أقدر أقول إنها مرة مباشرة، ولكن ربما تكون إيوه وربما تكون لا، جان ربما يتأثر بكلام فلوك يمكن ينضم إلى اليجريين، لأنه حرفيا واضح إن كلام فلوك أعجب جان بطريقة غير مباشرة زي ما قلت لكم، وكان مقنع بالنسبة له بشكل كبير. ما راح نقدر نجزم، ولكن إيش بنشوف بقى. أخذنا بعد كذا الكاتب إلى حدث مهم، وهو حدث آني والأورجين ستوري تبعها، أو القصة وقصة نشأتها، واللي للأمانة ما كنت متوقعها بهذا الشكل تماما، ولكن لما تيجي تشوف شخصية آني وغموضها وبرودها وكيف إنها تقتل بكل دم بارد وما عندها تقريبا أي ضمير يؤنبها على أي جريمة ترتكب، هذا الشيء كان يخلينا نتساءل إيش هي قصة هذه البنت؟ ليش البنت كذا مرة مظلمة وسوداوية وتعيسة وما يهمها شيء، وتحس إنه فعلا ما عندها أي هدف في هذه الحياة سوى إنها بس تمشي مع الخيل يا شقرة. آني يا جماعة أمها كانت من المارلي، ولكن أمها خانت أبوها مع شخص من الشعب الإلدي وحملت بآني، وفورا رمتها وتخلت عنها بعد ولادتها. وجاء والد آني الحالي واللي يفترض أنه شخص أجنبي ولكن عنده دم إلدي، يعني أنه فيه ميكس في دمائه دم أجنبي ودم إلدي، جاء أبوها أو مربيها الحالي وأخذها وقال أنا راح أربيها، ولكنه للأسف لما تبناها لأسباب شخصية وأنانية جدا، ما رباها عطفا عليها أوه طفلة مسكينة ضايعة ما لها أحد، ولا رباها علشان أوه أبغى أكون أسرة وأبغى يكون عندي أطفال أربيهم، لا رباها وكبرها ودربها على الفنون القتالية علشان تصير محاربة، وبرضه مش علشانها، علشان نفسه، علشان تصير حياته أقل تعاسة من باقي الشعب الإلدي، علشان يحصل على ربطة اليد تبع المحاربين اللي تخلي حياته فيها شوية امتيازات. وهنا يا جماعة اكتشفنا انه نشأة آني كانت قاسية جدا جدا، لدرجة انه هي بنفسها فقدت أي معاني للحياة من يوم هي صغيرة، جالسة تتدرب على القتل وعلى الدفاع على النفس، ولا شيء ثاني سوى هذه الحياة اللي عرفتها، تدريب قتال عنف، وجالس يعنفها ويضربها أبوها أو مربيها برضه أثناء التدريب. مع مرور الوقت ومع كثرة الضغوطات اللي حصلت لآني، تحولت إلى شمعة طافية بشكل جدا مخيف، وصارت الحياة بالنسبة لها مجرد تحصيل حاصل، ما يهمني من يعيش
ما يهمني من يموت، حياتي أنا بنفسي ما عاد تهمني. لكن حصلت حاجة مهمة جدا قبل ما تروح آني إلى جزيرة بارادايس مع بقية المحاربين. الأب القاسي يا جماعة هذا يبدو أنه صحي ضميره فجأة، سواء كانت هذه البنت من لحمك ودمك أو كانت مجرد طفلة تبنيتها، هي في النهاية بنتك شئت أم أبيت، أنت أخذتها من يوم هي طفلة وكبرتها ومرت بينكم أشياء كثيرة وصار بينكم عيش وملح وصارت بينكم علاقة الأب وابنته. فالأب هنا لما شاف أنه غايته تحققت وحصل على الامتياز اللي كان يطمح له، اكتشف أنه الحياة ما هي مجرد امتياز وتشريف مارلي له، إنما الحياة والغاية منها بالنسبة له حالياً هو وجود هذه البنت اللي رباها وكبرها اللي هي بنته آني. طز في الحروب، طز في العالم، طز في مارلي، طز في إلديا، أنا أبغاكي معايا يا آني لأنك بنتي وفلذت كبد. وهنا وضحت لنا آني برضو إنه إذا في عندها أي هدف، هذا لو كان عندها هدف في هذه الحياة، لو كان عندها أي هدف في هذه الحياة فهو إنها ترجع إلى أحضان أبوها وتحميه من أيا كانت المصيبة المتوجهة لهم. بالرغم من إنه أبو آني ما ندري إيش صار له بالضبط، ولكن يبدو إنه انقلب على أحد العساكر في معتقل مارلي لما كانوا يقولوا لهم الشعب الإلدي يا جماعة ترى إيرين كلمنا في حلم واحد وقال لنا إنه جاي يدك أم العالم دك، خلونا نخرج خلونا ننجب حياتنا. الأب انقلب على العسكري وسمعنا صوت طلقة أو ضربة ما هي واضحة بالضبط، فما ندري إيش هو مصير أبو آني إلى الآن، لأنه حرفيا ما ندري إيش ممكن يصير لآني لو اكتشفت إنه هدفها الوحيد والمعنى الوحيد الباقي لها في هذه الحياة مات. ونرجع نقول للكاتب قبح الله وجهك بقدر ما انت جالس تلعب بمشاعرنا، يخليك تكره شخص ويرجع يخليك تتعاطف معه او على الاقل تحزن عليه بشكل معين. سواها فينا في زيك خلانا نكرهه، بعدين اوه زيك حبيب قلبي، سواها فينا في راينر الله ياخذك يا راينر، والله يا راينر مسكين، وكل المحاربين حتى ويلي تايبر، شايفين ويلي تايبر والمصيبة والطامة العظمى برضو خلانا نتعاطف معاه في مرحلة ما ونشوف انه ما هو الا جزء من لعبة مرة كبيرة ما بيده اي شيء ثاني يسويه. فاليوم عادها الكاتب وسواها فينا في آني. علشان كده يا جماعة معظم متابعين هذا الانمي اتفقوا ان الشر في هذا الانمي تم تجسيده بشكل غريب جدا، كل شخصية داخل هذا الأنمي هي مزيج غريب من الخير والشر، ما عاد تقدر تميز هو شرير ولا طيب، كل شخص في هذا الأنمي داخله ملاك وداخله شيطان، يمكن 50-50، درجة تشوفه مرة طيب ومرة تشوفه شرير، ولا يمكن تكون هذه طبيعتنا كبشر بس إحنا نرفض الاعتراف. نقطة مهمة وحوار جدا مخيف صار في مشهد القائد شادس. يقول شادس يا جماعة انه الان الاغلبية منصاعين لليجرين والايرين بشكل عام، ومن الخطأ الفادح جدا اننا نكون معارضين لهم، ما ينفع تكون معارض للاغلبية، اذا الاغلبية يشكلون 75 او 80% من الشعب ليش تجي انت وتعارضهم؟ ترى بينتهي فيك الحال اما ميت أو مسجون. فيقول شادس هنا بحكمة وبهدوء وبكل حنكة، الحل الأفضل الآن إنك تنصاع لهم وتلبس قناع النفاق، أي نعم خليك منافق نافق وخليك في صف اليقريين إلين تجي الفرصة المناسبة للانقلاب، ذيك الساعة انقلب. الآن لا لا، الوضع غير مناسب للانقلاب تماما، لا تنقلب، انصاع لهم ودق لهم تحية وكرس قلوبك لهم واقنعهم بهذا الشيء، ولكن لا تنسى من جواتك ايش هدفك وايش غايتك الاسمى وايش هو اصلك. هذا كان ملخص كلام القائد شادس واللي هو عين العقل يا جماعة، وهذا اللي يحتاجه للأسف حاليا الشعب الإلدي، شوية منطق شوية عقل شوية هدوء وتفكير، التهور والهبد والفوضى اللي صايرة أبدا ما هي في صالح الجزيرة نهائيا. اليقريين، مارلي، المحاربين، المتطوعين والمنقلبين والناس اللي ما يدرون وين الله حاطهم، فوضى كبيرة قاعدة تصير داخل هذه الجزيرة، بالرغم من انه زي ما قلت لكم هي اكثر مكان امن في هذا العالم الى هذه اللحظة. يأخذنا بعد كذا الكاتب الى شيء مهم جدا وطرح تساؤلات كثيرة، لو كان القائد إيروين موجود هل كانت الحياة بتكون بهذا الشكل ولا لا؟ لو كان القائد إيروين موجود هل كانت بارادايس بتوصل إلى هذا الحد الكبير من الفوضى ولا لا؟ سؤال طرحه آرمين بشكل غير مباشر أثناء حواره مع ميكاس. اللي صاير الآن في بارادايس هي جدا معقد وفوضوي إلى أبعد درجة، وإن كان فيه كلام يبغانا نفهم الكاتب من حوار آرمين وميكاسا هو إنه آرمين بقدر ذكائه
وحيلته ودهاؤه وتفكيره يعني المنطقي من بين اللي حوالينه، إلا أنه ما زال ما يسوى الظفر من أظفار القائد إيرون، ولا عنده أي قدرة على توحيد أي صفوف داخل هذه الجزيرة. ما هو قادر يتخذ قرارات متعددة في نفس الوقت، بل إنه صيح على ميكاسا ويمكن جرحها بشكل غير مباشر، بالرغم من إننا ما شفنا آرمين وميكاسا في هذا الوضع قبل كذا. فيب اللي تحتاجه الآن بارادايس أبدا ما هو آرمين، تحتاجه بارادايس الآن إيرون، وإيرون ميت. ومين الموجود تقريبا واللي ورانا بصيص أمل كذا في التخطيط؟ شادس. ولكن شادس إيش وضعه؟ منبوذ، ما حد يبغاه، ولو ظهر بياخذوا اليقريين ويسجنوه ويمكن يقتلوا. فللأسف أرمين مش حل، وما ندري إيش ممكن يصير صراحة داخل بارادايس، ومين راح ممكن يحل هذه الفوضى، ومين ممكن يوحد الصفوف داخل بارادايس. ولكن ما هو أرمين، متأكد ما راح يكون أرمين إلا لو حصلت معجزة كذا ونزل عليها الوحي وبدأ إيش يفكر زي الناس. ولكن إيش نرجع ونقول، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله. بعدين مين الحيوان اللي سرق الشال حق ميكاسا؟ مين الحيوان اللي سرق الشال حق ميكاسا يا رجل؟ وأخيرا تطمنا على سلامة القائد ليفاي. أوكي، إحنا ما كنا متأكدين، كنا عارفين إنه يمكن يكون حي بنسبة كبيرة، بس برضو ما كنا مطمنين ممكن يموت. أوكي، طمنا إنه حي الحين، صح إنه حالة أمه حالة ومرة حالته سيئة، وما أدري إيش وضعه، هو كامل جسمه ولا منتف ولا إيش وضعه بالضبط، بس اللي أعرف إنه ما شفنا إلا عينه تقريبا وشوية شعراته. المهم إنه إيش، حي قائد ليفاي أكرما، حي غطرفي انشراح، زغرطي انشراح اللي جاي احلى من اللي راح. وبرضه حاجة مهمة حصلت اثناء ما شفنا القائد ليفاي على الحمالة ذيك او على السرير او ايا كانت، شفنا انه هانجي تكلمت مع بيك والقائد ماغث، وما نعرف ليش اختارتهم هم بالذات، ولكن يبدو انه الكاتب قاعد يلمح لنا انه ربما يكون فيه تعاون. يب، ممكن يصير فيه تعاون ما بين هانجي وبيك وماغث وما تبقى من ليفاي، مش اكيد، ولكن الكاتب ما خلاهم يتقابلوا الا لغاية راح نكتشفها مستقبلا. الف سلامة للقائد ليفاي، والف سلامة وعودا حميدا للقائدة هانجي. ختاما يا جماعة، خلونا نطرح بعض الأسئلة والأحداث المرتقبة في الحلقات القادمة. 1، إيش راح يكون مصير فالكو؟ هل راح يؤكل بواسطة أم كوني أم لا؟ إحنا قلنا إنه هذا الأمر مستبعد إلى حد كبير، وبرضه في نفس الوقت ما حصل أي شيء من اللي توقعناه في الحلقة الماضية، which is مرة طبيعي. ولكن أيقنا تماما الآن إنه آرمين متوجه إلى فالكو ويبغى يساعده. وليش يبغى ينقذ فالكو بالتحديد؟ مش لهدف إنساني أكثر من إنه هدف سياسي وتخطيطي. آرمين يقول لو قدرت أنقذ فالكو راح أخذ فالكو وأوديه عند جابي وراينر وآني وماغث وبيك، وأحاول أوحد صفوف ما تبقى من العمالقة التسعة بحيث ما تبدأ معركة جديدة بين العمالقة، ونسوي لنفسنا هدف جديد علشان ما تستمر لعنة يومير. لو العالم كله انتهى، نفترض انه ايرين راح دمر ام العالم ودعس كل شيء وما ادري ايش يصير، لو ما توحدت صفوف العمالقة داخل بارادايس حاليا راح تستمر الحروب وما استفدنا اي شيء. فكلام ارمين منطقي الى حد كبير، وبنشوف هل يقدر يسوي هذا الشيء ولا لا. وبرضو ما ننسى انه جابي برضو متوجهة الى فالكو علشان تنقذه من بين ايادي كوني، فممكن نشوف لقاء ما بين جابي وارمين وفالكو وكوني، ممكن تصير فوضى على اثر هذا اللقاء، او ممكن يصير شيء ثاني ما حد يتوقعه. ثاني حاجة يا جماعة، والتساؤل الثاني، ايش راح يكون توجه اني حاليا؟ هل راح تحاول توصل لابوها مثل ما قالت، ولا راح تغير توجهها في لحظة ما؟ 3، والحدث الاهم واللي للحين ما حد عارفه، هل ايرين ممكن يوقف الدك في مرحلة ما؟ يعني ممكن يوصل الى إلديا ويدمرهم كذا تدمير ذاتي، شيء بسيط. ايش تدمير ذاتي؟ يعني تدمير بسيط كذا خفيف على السواحل، ولا لا والله بيدمر العالم كله زي ما قال ويمحي كل اشكال الحياه من هذه الارض. وتذكروا انه في نهايه الحلقه لو فاكرين مارلي ما هم مصدقين الشعب الالدي اللي عندهم، كذابين انتوا، ايش الحلم هذا وايش الخراط اللي تقولوا، ايش اللي ايرين جايو معاه عمالقه الدك، اقعدوا بس انتوا منقلبين وكذابين. الا انه في طائرات خرجت من بارادايس اللي هي تبع الشعب المارلي او تبع مارلي، متوجهه الى مارلي والى العالم علشان توضح لهم انه ترى فعلا ايرين جاي مع عمالقه الدك. ولكن هل الطائرات
الصغيرة ذي راح تسبق إيرين وتوصل الخبر قبل ما يوصل إيرين ويدمر أم الدنيا، ولا راح يوصل إيرين قبلهم وما استفادوا شيء؟ خلاصة الكلام، هل راح توصل هذه الطائرات في الوقت المناسب إلى مارلي وإلى العالم وتحذرهم من المصيبة اللي جاية تدعس أبوهم وتدكهم دكة، ولا لا؟ 4، وعلشان كمان ما ننسى يا جماعة، زيك يا كاتب يا حبيبي يرحم أمك، طمنا على زيك، هو ميت؟ هو حي؟ هو في المسار؟ ولا هو متكي جوة إيرين؟ أي إيرين فكني، ما حد داري إيش الوضع، نبغى نطمن على زيك، طمنون على زيك يرحم أمك وبس. والله هذه تقريبا أهم النقاط اللي حصلت في حلقة اليوم. للأمانة حلقة ممتعة ومليانة حوارات وتشعبات كثيرة وطرحت أسئلة كثيرة ما نختلف، وما زلت منبهر كيف في 20 دقيقة تسوي الأشياء الكثيرة هذه. كيف؟ صح إن الوقت يمر بسرعة، بس لما تعيد الحلقة ولما تجمع الأشياء اللي صارت في ذي الحلقة صارت أشياء كثيرة في 20 دقيقة، في 20 دقيقة صارت أشياء كثيرة، يا ساتر. وأعتقد والله أعلم أنه من الحلقات القادمة راح يبدأ الطحن بشكل تدريجي، أو على الأقل بتبدأ الأحداث تأخذ مسار مختلف، وربما مستقبل الأنمي راح يبدأ يصير عندنا تصور أوضح له، لأنه إلى الآن الأسئلة اللي جالسة تطرح أكثر من الإجابات، كل شوية سؤال جديد، جوش 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 جوش. خذ كمية أسئلة. طب في أسئلة كثيرة ما تجاوب عليها، ما عليك، خذ كمية أسئلة كثيرة وبعدين بنجاوب عليها. كيف راح يتم الإجابة على كل هذه التساؤلات فيما تبقى من الأنمي؟ الله أعلم، وإلى الآن ما حد داري، زي ما قلت لكم ما في شيء أكيد كم باقي حلقة من الأنمي أو كيف راح يتم إنهاء الأنمي أو هل راح ينتهي الأنمي ولا لا، لأنه في ناس قالت إيه وراح ينتهي، وفي ناس قالت لا راح يسووا فيلم مكمل للأحداث، فبرضو ما راح نقدر نجزم، راح تتضح الأخبار مستقبلا. واللي عنده خبر أكيد عاد الله أنا ما أعرف عنه. يعطيكم العافية يا جماعة، لايك من أصابعكم الحلوة واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعوني على سناب شات تويتر إنستغرام كلها بنفس الاسم وجيه أوتو، صوروا الشاشة دي، صوروا اليوزر هذا، وتابعوني في أي مكان إلا تيك توك ما أعرف إيش اسمي في تيك توك. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.